مناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية والعربية، ونطلب من الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيامة وأن يبارك لنا في الصحة والعافية. سبع محمد مراسل زيرتوب من ولاية الجف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. رواه مسلم. In Eid al-Fitr, first we do Eid prayers. It happens by the end of Ramadan. In Eid al-Fitr, we dress our best clothes. In Eid al-Fitr, we exchange presents. In Eid al-Fitr, we recite takbir. In Eid al-Fitr, we break the fast. In Eid al-Fitr, we greet each other. Eid al-Fitr Mubarak. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. نشكر قناة الجزائر توب ونتمنى لها التوفيق. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مجمع الجزائر توب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.